جولري. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. في البدايه عاوزين نسال حضرتك ازاي بدات في مجال الدايموند؟ هو انا بدات في مجال الدايموند من سنه 2003 في بعض الشركات المتخصصه في المجوهرات، ودخلت كل مراحل التصنيع اشتغلتها لمده حوالي 10 سنين، وبعد كده انضميت لفريق مبيعات. كنت بشتغل برضو في المبيعات وبعمل بحوث عن الاحتياجات بتاعه السوق، يعني اللي هي الماركت نيدز. وبعد كده عملنا البيزنس بتاعنا في سنه 2014، بدانا البيزنس الخاص بتاعنا، وعملنا واحنا يعني كرييتد سانسي في السنه دي. في خلال 5 أو 6 سنين الحمد لله بقينا الليدر الحمد لله بتاع السوق النهارده في مجال الالماز لتجاره الجمله. برضو عاوز اسال حضرتك، هو الاسم ملفت جدا وناس كتيره يعني تسال يعني ايه سانسي؟ سانسي ده هو خامس اكبر حجر على مستوى العالم، وحجر تاريخي اتنقل من ايد ملك لملكه، يعني ليه قصه تاريخيه يعني. تمام، يعني هو حجر تاريخي. تمام. عاوزين برضو يعني الدوله دلوقتي بتتوجه ان هي تطور صناعه الذهب في مصر، فعاوز اعرف من حضرتك يعني حضرتك هتواكب التطور ده ازاي؟ احنا وصلنا طبعا عن طريق الشعبه بتاعتنا، في مجهودات قويه جدا بتتعمل من الشعبه متمثله في الباشمهندس هاني جيد والباشمهندس لطفي المنيب والدكتور وديع عنتون. بصراحه الناس دي انا شايف ان هي في السنه اللي فاتت قدرت تعمل شغل كبير قوي وحلوا لنا مشاكل كتير جدا في الفتره الصغيره اللي فاتت دي، من تنسيق لضبط اوراق لحل مشاكل كانت متواجده وعدم تفهم مواقف وحاجات كتير جدا. وبداوا يواجهونا فعلا ان الدوله يعني مرتاحه جدا لموضوع، يعني في اريحيه قويه جدا لموضوع التصدير، وهم شغالين على ده دلوقتي. انا شايف ان احنا بالمنتجات اللي احنا بنقدمها دلوقتي في السوق المصري والمنتجات اللي بتيجي مستورده، انا مش بقول بس في شركتين ثلاثه في مصر تقدر تنافس المنتجات اللي موجوده بره وتبقى اقوى من كده كمنافس، مثلا على سبيل المثال في تركيا اللي هو دلوقتي اكبر مورد للمونترات اللي هي بتيجي وتركب في مصر. انا شايف ان في منتج مصري اقوى من المنتج ده ونقدر ننافس بيه ونبقى احسن، ولو احنا ما قدرناش نصدر على الاقل نقدر نقفل باب الاستيراد بالشكل القوي اللي جاي. يعني حضرتك تقصد ان احنا التصنيع المحلي يكفي المحلي والخارجي تصدير؟ هو ما يقدرش يكفي دلوقتي، بس بالسياسات الجديدة احنا نقدر نطور ونكبر المصانع بتاعتنا وعدد العمال، ونقدر نوصل لمرحلة ان احنا يبقى في اكتفاء ذاتي ونصدر. انا بتكلم على عنصر الكواليتي اللي هو الفيصل في الموضوع موجود، لكن تكبير حجم المنتجات والكلام ده كله سهل ان انت تقدري توصلي. عاوزين برضو يعني ناس كتيرة سمعتنا دلوقتي نقول دايموند، ف يعني بالنسبة للأسعار يعني حضرتك عملت بالانس ازاي او توازن او خطة الأسعار عند حضرتك ايه؟ هو حضرتك دايما في مفهوم غلط ان الألماس غالي جدا وبيخسر كتير جدا، والحقيقة ده مش موجود. يعني حضرتك لو قارنتي حتة الذهب المستورد اللي جاي من بره والدايموند اللي احنا بنبيعه، فالسياسات اللي الناس شغاله بيها في المرتجعات بتوصل من 15 ل 20%، واقصى حاجه ممكن تكون 25. الذهب الايطالي بيخسر من 40 ل 50%. دي حاجه. تاني حاجه، احنا قدرنا عن طريق ان احنا نعمل اوزان قليله جدا في الذهب وفي الالماز ان احنا نقدر نعمل شبكات في حدود 15 و20 و25 الف جنيه، وده حل مشاكل كتير جدا كانت موجوده في الفتره اللي فاتت من عدم وجود الكاتيجري ده في السوق. قدرنا نشتغل عليه وربنا وفقنا وعملنا له خطط تسويقيه كويسه جدا، وقدرنا ننجح الحمد لله ان احنا يعني ناخد محصله كبيره جدا من السوق في البادجت ده. هو البادجت ده بصراحه كده يعني يشجع الناس كلها ان هي تروح على الدايموند على طول. طيب في الختام بس كنت عاوز اسال حضرتك، يعني لو في حد عاوز ديزاين معين بيقدر يتواصل معاك وبيصمم الديزاين اللي هو عاوزه؟ اكيد طبعا، احنا عندنا ديزاينرز على اعلى مستوى موجودين، سواء اجانب او مصريين،
عاملين خطة كويسة جدا في تدريب جزء كبير جدا من العمالة المصرية في كذا مجال. اللي تقدر طبعا اي حد يقدر يتواصل مع الصفحة ويطلب اللي هو عايزه، بس من خلال الوكيل اللي موجود في المنطقة او في البلد يعني اللي هو موجود فيها. تمام، يعني بيبعت رسالة على صفحة الخاصة بسانسي، طبعا الصفحة هننزلها على الشاشة، ومن خلال الصفحة هم هيوجهوه لأقرب وكيل.